أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حي شمال السكة وعلى عدة شوارع ومواقع هامة في مدينة الرقة. سيطرت عليها أمس الاثنين بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. كما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة شمال سكة القطار وحاصرت مقاتلي تنظيم داعش في منطقة معمل الثلج قرب دوار حزيمة على الأطراف الشمالية للمدينة. أيضا أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة العراقية لا تقر نتائج استفتاء كردستان ولن تتعامل معه لأنه غير ملزم قانونيا للحكومة الاتحادية. وقال سعد الحديثي في تصريح له إن الحكومة لا تقر نتائج الاستفتاء ولن تتعامل مع نتائجه، فلا قيمة له من الناحية القانونية ولا يترتب عليه أي أثر أو إلزام قانوني للحكومة الاتحادية. أكد الملك عبد الله الثاني أن الأزمة المالية في الأردن تعود إلى الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى زيادة عدد السكان بنسبة 20%. وقال خلال زيارة ميدانية لأحد معسكرات الجيش الأردني إن العالم مقصر مع الأردن، فاللاجئون يستنفذون ربع موازنة الدولة سنويا، ولا توجد دولة في العالم تنفق ربع موازنتها على اللاجئين كما يفعل الأردن، مؤكدا أن الأردن قادر على حماية حدوده مع سوريا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات التعامل مع كوريا الشمالية إذا واصلت استفزازاتها. يأتي ذلك في أعقاب تصريح وزير الخارجية الكورية الشمالي بأن بلاده تحتفظ لنفسها بحق إسقاط القاذفات الأمريكية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لكوريا الشمالية. يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل أول جلسة مفتوحة حول الانتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهينجيا المسلمة بإقليم أراكان غربي ميانمار. جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها رئيس مجلس الأمن الدولي السفير تيكيدا أليمو مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس شهر سبتمبر الجاري. وإلى الرياضة، حيث واصلت الملاعب الرياضية الأمريكية ثورتها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بطرد كل اللاعبين الذين لا يرددون أو يحترمون العلم الأمريكي عند عزف النشيد. ترامب طالب رؤساء الأندية الأمريكية لكرة القدم الأمريكية والسلة بطرد اللاعبين، وهذا جعل كل الفرق تقوم بالاحتجاج على الطريقة الأمريكية بالركوع خلال النشيد الوطني. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.